السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي، النهاردة هنتعلم فكرة جديدة لمفرش السرير اللي قدامنا. هنطول شوية في الفيديو لأن المفرش هنقسم الفيديو يعني على أجزاء، لأن المفرش كبير وكذا خطوة فيه. هنعمل الوحدة وهنعمل التشبيك وكمان هنعمل الكنار بتاع المفرش، لأنه محتاج يتعمل واحدة واحدة وبالخطوات. تمام، ان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم وفيديوهاتنا كلها تعجبكم، واللايك الجميل يشجعني ويسعدني، واللي مشاركش معايا يشرفني بالاشتراك. يلا بينا مع بعض نبدا فيديو النهارده. دلوقتي بعد ما عملنا الوحده بتاعتنا اهي جاهزه، هنعمل دلوقتي التشبيك. عملنا الوحده واحده تانية دلوقتي، وهنبدا نشبكها من جزء اي جزء من الاجزاء دي بنشبك فيها، لان الاجزاء كلها متساويه. تمام، يعني المربع متساوي من كل الاضلاع. بنيجي في اخر صف من الصف اللي احنا عملناه ثلاث سلاسل دول وغرزه حشو، اخر صف في الجزء دوت، وبنعمل فيه. بنيجي في الثلاثه اللي من جوه، الثلاثه دول واحد اتنين ثلاثه، الثلاث وحدات اللي جوه، باجي اعمل اول غرزه حشو بالشكل ده، وبعدين بطلع واحد، وباجي هنا في التلاتة اللي من جوه، واحد اتنين تلاتة اهي، باخد التلات سلاسل دول بعمل فيهم غرزة منزلقة، وبعدين باخد غرزة تاني وباجي على نفس الوحدة وبعمل فيها غرزة حشو، وبعدين باجي غرزة حشو في اللي جنبيها، بعمل سلسلة وباجي في التلات سلاسل دول وبعمل منزلقة بالشكل ده، وبعمل غرزة تانية، وباجي هنا وبعمل غرزة حشو. تمام، باجي اعمل غرزة حشو في اللي وراها، وباجي اعمل سلسلة وفي الغرزة التالتة دي، وبعمل منزلقة وبعمل غرزة تانية، باجي هنا وبعمل غرزة حشو. تمام، هادي الشكل بتاعي اهو، التشبيك بتاعي عملته في الجزء ده، واخدين بالنا اهو بالشكل ده. هطلع بعد كده بغرزة سلسلة سلاسل سبعة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، وباجي هنا في النص وبعمل غرزة حشو، بطلع سبعة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، وباجي هنا وبعمل غرزة حشو سلسلة تلاتة برضو ايه اللي من جوه، وباجي هنا بعمل منزلقة وسلسلة، وباجي في نفس المكان بعمل غرزة حشو كده. تمام، باجي الناحية اللي وراها تاني واحدة غرزة حشو سلسلة، وتاني تلات سلاسل بدخل فيهم بالشكل ده وبعمل منزلقة، وباجي أعمل غرزة سلسلة، وفي نفس المكان هنا غرزة حشو، تاني واحدة تالت واحدة غرزة حشو سلسلة، باجي هنا في التالتة بعمل منزلقة، وبعدين بعمل سلسلة، وبنفس المكان هنا بعمل ايه غرزة حشو. دول ثلاثة من الناحية التانية. تمام، انا كده عملت ثلاثة وثلاثة اللي هما من جوة بنفس الطريقة اهي، سهلة جدا وبسيطة الايه التشبيك بتاعنا. تمام اهو، وهنا كمان اهي، باجي انا اكمل الايه الوحدات بتاعتي، بعمل هنا واحد اتنين تلاتة، بسيب تلاتة وباجي خد واحد اتنين تلاتة اربعة اللي في النص هنا، بشتغلهم من غير ما اشبك حاجة، يعني من غير تشبيك، بشتغل الاربعة دول من غير تشبيك، وبسيب التلاتة دول واحد اتنين تلاتة بشبكهم مع الوحدة التانية اللي من الناحية التانية المفروض. تمام، انا بكمل السطر بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، بكمله لغاية الاخر، وكمان هعمل لكم ان شاء الله الوحدة اللي هي بالحرف الجزء اللي هو ايه الشراشيب، او الجزء الحرف بتاع المفرش هنعمله باذن الله. اكمل السطر انا وهرجع لكم تاني. هنا اهو الجزء الاخراني، وعملت الثلاث سلاسل
وبعدين جيت عملت في اول غرزة حشو، عملت منطلقة بالشكل. تمام، انا كده خلصت الجزء بتاع تشبيك الوحدات. هنعمل بعد كده الجزء اللي هو الكنار بتاع المفرش، هنقدر نعمله مع بعض ان شاء الله. كده شكل الوحدات بتاعتي اهي، ممكن شبكتها من التلاتة اللي في النص من ناحيتين. تمام، بعد كده هأخفي الجزء دوت من التشبيك، الخيط يعني، هخفيه جوه كده بالشكل ده، وهخفيه جوه الغرز عشان ما يبانش. وبعد كده هنعمل الكنار مع بعض. يلا بينا مع بعض نبدأ نعمل الكنار علشان نعرف الطريقة بالخطوات. هنبدأ مع بعض الكنار بتاع الوحدة بتاعتنا ب 32 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. اللي عايز يزود يا جماعة يزود عادي، مفيش مشكلة. نبدأ 1 2 3 4 5 6 في الغرزة السابعة، بنعمل عمود بلف، كمان عمود، 3 عمود بلفة، بعدين 3 سلاسل و3 عمود بلفتين. تمام، 1 2 3، بعدين 1 2 3 4 5 6 7، باخد الخيط وبعد 1 2 3 4 5 6 7 في التامنة هنا بدخل وأعمل عمود لفة، 2 عمود 3 عمود لفة وثلاث سلاسل في نفس المكان، 3 عمود بلفتين. تمام، بنعد 1 2 3 4 5 6 7، باخد الخيط وبعد 1 2 3 4 5 6 7 8، وبعمل 3 عمود بلف، 3 سلاسل وفي نفس المكان، 3 عمود بلفتين، 2 3، بعدين 1 2 3 4 5 6 7، باخد الخيط وبعد 1 2 3 4 5 6 7 8، وباجي هعمل 2 عمود بلف. ادي 1 و2. تمام، بعدين بطلع 1 2 3، بلف الخيط وبدخل هنا وبعمل عمود بلف، بعد 1 2 3، وفي النص هنا بعمل غرزة حشو، 1 2 3، باخد الخيط وبدخل في التلاتة دول وأعمل 3 عمود بلفة، 3، 3 سلاسل، 1 2 3، في النص هنا 3 عمود بلفة. تمام، باجي اخد الخيط وعد 1 2 3، باجي في النص هنا بعمل غرزة حشو وعد 1 2 3، والجزء ده بعمل 3 عمود بلف، 3، 1 2 3، في نفس المكان، 3 2 3، 1 2 3، غرزة حشو، 1 2 3، بندخل وبنعمل 1 2 3، 2 3 سلسلة وفي نفس المكان، 3 عمود بلف، 2 3، في آخر جزء من الوحدة هنا بنعمل 2 سلسلة، وباخد الخيط وفي الاتنين غرزة اللي هنا بعمل
ثلاثة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، تمام. ادي السطر بتاعنا خلص بالشكل ده اهو. وكمان احنا عملنا الزيادات دي اللي ايه اللي بتطلع معانا، عشان هتطلع مثلث بعد كده. بنطلع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، باخد الخيط والف بالشكل ده، واجي اعمل هنا تلاتة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة. خلي بالنا دي زيادة بنعملها عشان نعمل مثلث، هنا زيادات، تمام. وبعدين باجي ادخل بعمل اتنين سلسلة، وباجي هنا وبعمل تلاتة عمود بلف، واحد اتنين تلاتة، تلات سلاسل، وباجي في نفس المكان اعمل تلاتة عمود بلف، تمام. تمام، أبعد واحد اتنين تلاتة في نفس غرزة الحشو، بدخل أعمل غرزة حشو أهي، تلاتة تاني بعمل الغرزة بتاعتي، واحد اتنين تلاتة، تلاتة سلسلة وتلاتة عمود في نفس المكان، واحد اتنين تلاتة، تلات سلسلة وفي نفس غرزة الحشو، وبنعمل غرزة حشو تلات سلسلة. وباجي هنا بعمل واحد اتنين تلاتة، تلات سلسلة في نفس المكان، تلاتة غرزة حشو، تلاتة، واحد اتنين تلاتة، وفي نفس هنا غرزة الحشو، غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة. وباجي في الآخر في الاتنين عمود اللي انا عملتهم دول، بعمل اتنين عمود، تمام، واحد في التاني كمان بعمل واحد كده، صح، واحد واحد اتنين تلاتة، بلف الخيط وبدخل في نفس المكان، بعمل تلاتة عمود بلفة، بعدين باجي اطلع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، وباخد الخيط وباجي هنا بعمل عمود اتنين عمود تلاتة عمود بلف، تلات سلاسل في نفس المكان، تلاتة عمود بلف، تلاتة، بنطلع واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. باجي أخد هنا تلاتة عمود بتاعي، اتنين تلاتة، تلات سلاسل في نفس المكان، تلاتة عمود بلف، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. باجي اخد تلاتة عمود بلفة، وتلات سلاسل، وتلاتة عمود بلفة تاني، تلاتة. باجي هنا في الاخر بعد ما خلصت التلاتات خلاص كده، باخد اتنين سلسلة، وفي الاتنين سلسلة دول بعمل تلاتة عمود بلفة، بعدين اتنين سلسلة تاني، وفي التلاتة دول هنا بعمل تلاتة عمود، الاتنين سلسلة تلاتة عمود بلفة، تمام اهي. هنا الجزء دوت ثابت وفي اتنينات، والجزء ده بيعمل المثلث اللي هيبقى هنا، هيطلع مثلث بالشكل ده، تمام. بنزود الجزء دوت اهي، انا كده عملت الجزء اللي هعمل فيه غرز الحشو في النص اللي هو زي الاولاني كده، بعمله هنا، تمام. بكرر اللي انا عملته في التلات، واحد اتنين تلاتة، بعمل الوحدة بتاعتي
اللي جاية، وبعدين بعمل ثلاثة واعمل غرزة حشو، وبعدين ثلاثة تاني والوحدة، وبعدين بزود هنا ثلاثة غرز، ثلاث سلاسل وثلاث سلاسل تاني في نفس المكان. بطلع بالوحدات بالشكل ده لغاية لما أكمل 12 سطر بعد الزيادات دي. يعني بعد من أول هنا، من أول واحدة الزيادة اللي عملتها بعمل 12 بحيث يبقى مثلث، وأكمل أنا وهرجع لكم تاني عشان تشوفوا الشكل النهائي.